لعيب برشا في الامور كل ما تقول تعرف شنو صار، لكن الكاليتي نتاع حسين تخليه على الاقل يكون ديما قريب للسينيور، قريب للانترنور، يعرف شنو عنده شنو ما عندوش، وكونفوكاسيون ديما باهي. حتى الاخر ساج وبعد تنحى ياسين شماخي، شفناه البارح شنو عمل في الديربي، شفنا نوعيه الاهداف اللي سجل فيها ياسين شماخي. الفالور سور موجود، الكاليتي موجوده، الفالور انترانسيك موجوده، هي بتبيعها تقعد ديما كل شويه. وياسين نفس الكلام، نقولوا الميك بعيو، نقولوا ياسين الشماخي لانه ملاعبيه صغار وجلس الاثنين قدام، لازم برشا خدمه باش يوليو في المنتخب الاول. شكرا لك طارق المسعودي. شكرا. نذكر السادة المستمعين تنجموا تكلمونا على 71 725 725، تعطونا رايكم في القائمة متاع المنتخب الوطني التونسي اللي كان مصر 2019. نرجعوا بعد الأخبار متواصلين حتى 9 متاع الليل.